طبق وزل بسرعه. ها لا لا شويه كمان بس ايوه اربط كده بقى وانزل بسرعه. شوف حضرتك اهو كده السي ان ان واضحه قوي. دي قناه الجزيره، دي برنامج اخر حروب القرن، دي قناه المعلومات المفيده قوي. احنا ظبطنا حضرتك فوق السطوح، فوق السطوح قصدي على وضع الطبق يعني، وظبطنا لك القرف سات كله والنايل سات كله. والاوروبي؟ ما الاوروبي شغال برضه. امسك الريموت عن اذنك. انت رايح فين؟ مش خلاص كده ولا ايه؟ خلاص ايه؟ وانا هقعد طول النهار هتفرج على الاخبار ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. انا عايزك تظبط لي قناه الاكس اكس ال. الاكس اكس ال؟ اه. حاضر. بقول لك ايه؟ ما لاقيش معاك الكارت المضروب اياه؟ لا لا صدقيني يا هانم انا ما بشتغلش في المضروب خالص. طب اظبطه. الاكس اكس ال. ما تظبطه الفيلم هيروح. انا بظبطه اهو. انا ايه كان شغلني الشغل هذا من ايه دي؟ سامحني يا رب، سامحني يا رب. ايوه حضرتك. خلاص يا بابا اتظبط. خلاص.